السلام عليكم. هنكمل اليوم ميكانيكس اوف ماتيريال. today we have lecture 4. we will start with chapter 2. chapter 2 is talking about stress and strain. Then we will talk about axial loading. In this lecture, we will talk about the below topics. واحد هنحكي على stress strain relation. Then failure under axial load. بعدين هنحكي على deformation by axial load. أربعة هنعمل analysis axially loaded members. نحن تعرفنا زمان على الستريس، قلنا هو عبارة عن ال internal أو another representation of the internal force. فدائما وأبدا راح نحكي إنه في عندنا external load. نجيب منها الرياكشنز، نجيب منها الانترنال لود، نجيب منها الستريس. هلا الستريس بشو بهمني؟ الستريس بهمني اني انا اعرف or to study. واحد study capacity of member. لازم اعرف هذا الممبر بيتحمل اللود ولا لا من خلال الستريس، وقلنا بنقارنه مع الالاوبل ستريس. اثنين study the deformation. اي study deformations caused by stress. اللي سببها الستريس هيتشكل عندي ديفورميشن. كل نوع من انواع اللود هيكون في الها ديفورميشن خاص فيها. طيب هناخد كيس الهي حتى نتعرف على موضوع الستريس والسترين. هلا احنا عرفنا انه السترين عبارة عن الديفورميشن على الاوريجينال لينكث. السترين الرمز تبعه ايبسلون، الديفورميشن هو عبارة عن دلتا، والاوريجينال لينكث هو عبارة عن ال. طيب for the shown axially loaded member that is axially loaded. by force P. مكتوب 2 P بس خلينا نقول ان هي P. نتيجة هي اللود هذا الممبر راح يطول بقيمة دلتا. There will be change in length. هيتغير الطول.
تمام of دلتا، هذا هو التغير في الطول. يبقى أنا لما بشد الممبر وهو مثبت من هون من فوق، هاي point is fixed ما بتتحرك. نتيجة هذا الفيكسيشن لما بشد المنبر بزيد الطول تبعه، تمام؟ بمقدار دلتا. السترين هو عبارة عن دلتا على L. طيب also there will be stress of سيجما وتساوي الفورس P على الاريا، تمام؟ هذا هو قانون الاكسيال ستريس. طيب زادت اللود، if load increased stress increased وبالتالي the strain increased but following limits، هي الحق limits اللي حنتعرف عليها بعد شوي. إذا إجينا طبقنا gradual increment on the load we will have gradual increment or gradual change of the stress and strain. إذا رسمنا العلاقة بين ال stress وال strain هتاخد هذا الشكل. If values of stress and strain plotted we will get the below graph or figure. أنا عندي حيكون هذا الستريس هذا السترين هذا سيجما وهذا ابسلون. هلا نبدأ من الزيرو، زاد اللود زاد الستريس زاد السترين، بيمشي بهالشكل 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 لحتى يوصل لهي النقطة. شو بصير بعدها؟ بصير في عندي تغير هيك بهالشكل، بعدين بصير هيك هيك. هذا هو الجراف اللي حأحصل عليه، هذا نوع من أنواع الجرافات. طيب إذا إجينا بدنا ندرس الموضوع بالتفصيل أكثر من هيك شو حلاقي؟ حلاقي إنه في عندي نوعين من الستريس دايجرام، وهذا الستريس دايجرام حينقسم لثلاث أقسام. النوع الأول اللي بنسميه ductile material، هذا اسمه ductile materials. الستريس اند سترين دايجرام بياخذ هذا الشكل، بيكون أول شيء عبارة عن خط مستقيم، تمام، بهي المنطقة عبارة عن خط مستقيم بسميها elastic range. أي واحد اسمها elastic range. شو يعني elastic range؟ بيكون الستريس يتناسب طرديا مع السترين. طب كيف بنعبر عن هذا الكلام بإيكويجن؟ بنقول إنه الستريس يساوي E ضرب إبسلون، و E هو المودولس of elasticity، رقم مميز للمادة، special number for every material. هذا بيعتمد على مين؟ بيعتمد على الماتيريال. إذا the elastic behavior أو elastic range depend on the material. أوكي؟ طيب شو اللي بيصير هون بالelastic range؟ if load removed، إذا أنا مسكت اللود وشلتها then deformation eliminate،
تمام؟ يعني انا شديته عملت فيه تشوه، اذا شلت اللود بيرجع للطول الاصلي. يعني حقول انه back to origin. اوكي؟ طيب زادت اللود عن، وصلت لهي النقطة هون، هي بسميها الـ yield point. يبقى elastic range بقول انه end with yield. وكلمة yield عبارة عن الـ yield range 2. تمام؟ بهذا الـ yield بصير في عندي أنا نقطة انتقالية، وصل لمرحلة انه الجسم مستحيل يرجع مثل ما كان. تمام؟ where object will never get back to origin. لانه will never get back to origin will due to residual strains أو deformation. خلاص مستحيل يرجع للوضع الأصلي تبعه، حيضل في عنده تشوه. فال yield point ترتبط بشغلة اسمها ال yield stress. sigma y هو ال yield stress، واللي هو عبارة عن very special value of the stress that separate or change the behavior from elastic to plastic. أنا بهاي المنطقة بكون عندي plastic behavior. طيب بالplastic behavior بيبدأ بالyield، بعدين بصير في عندي strain hardening، بعدين بصير في عندي necking. هلأ المميز عندي بأول behavior اللي هو الelastic إنه it requires very large force and stress to cause very minimum strain. يعني large stress or force needed to cause very small deformation. تمام؟ طيب دخلنا هلا بالمرحلة الثالثة اللي هي strain hardening. بمرحلة strain hardening أنا بلاحظ إنه strain بيزيد بقيمة كبيرة while the load is not that much increased. تمام؟ فبقول more strain is added. أنا بحكي كلمة strain معناتها قصدي فيها deformation كمان. stress reaches the upper limit. شو هي ال upper limit عندي؟ ال ultimate stress. هي ال ultimate stress. شايفين هون؟ وصلت لعند الـ ultimate stress اللي هو سيجما يو. بعدها بفوت بمرحلة النيكينج واللي بينتهي بالـ rupture أو الـ failure. أربعة عند النيكينج، والنيكينج إذا بدنا نعبر عنه ونشوفه هو هاد. This is necking. بصير السكشن يبلش يصغر and ends with rupture. Section starts to get reduced and ends with rupture او البريكنج. فهذا هو النيكينج، وهون صار الانقطاع او الرابتشر.
تمام. يبقى واحد هو عبارة عن الإلاستيك رينج، في له قانون لازم ما ننساه اللي هو هاد، تعرفنا على المودولس اوف إلاستيسيتي. طيب أنا هون ربطت بين الستريس والسترين بالنسبة للإلاستيك رينج، فحأضيف شغلي هون، حأقول إنه بالإلاستيك رينج في عندي ستريس يساوي اي ضرب ابسلون. طيب احنا اتفقنا انه الستريس هو عبارة عن الفورس على الاريا، وعندي اي، والسترين هو عبارة عن دلتا على ال نوت. فانا من خلال هذا القانون انا شو بطلع؟ بطلع انه دلتا تساوي فورس ضرب ال نوت على اي ضرب اريا. هنفصل بهذا القانون لاحقا. يبقى احنا هيك اول شيء شو حكينا؟ حكينا على الستريس سترين دايجرام، وهون كنا عم نغطي الدكتايل ماتيريال. حنروح هلا نحكي على البريتل ماتيريال. البريتل ماتيريال بيكون الجراف تبعها اخذ هذا الشكل. لاحظنا الاختلاف اللي صاير، انا عندي 2 range only، عندي واحد وعندي اثنين، تمام. فانا عندي واحد هو الالاستيك وبيستخدم نفس القوانين، تمام، ونفس المواصفات تبعه. بعدين هون في عندي اثنين اللي هو البلاستيك، تمام. where we reach the failure just after reaching the ultimate stress. يبقى failure just after the ultimate stress. لا في عندي نيكينج ولا في عندي big strain to occur. طيب شو الفرق بين هاي المادة وهاي المادة؟ لما بقول brittle fail suddenly، تتكسر أو بتخرب فجأة، بينما الدكتايل give good indication before failure. تمام، بتوضح لي انه عم بيصير في تشوه، بتقول لي انتبه، take care. The stress is reaching big limits that the material cannot outstand and a failure is coming. بينما البريتل مثل الجلاس sudden failure. وهون عندي الربر. اوكي. يبقى كان حكينا على الـ stress strain relation. حكينا على انواع الفيلر اذا كان brittle او ductile. طيب هلا بدنا نحكي على الديفورميشن اندر ذا اكسيال لود. تمام، القانون كتبناه من شوي، ونقول الديفورميشن due to اكسيال لود، انا اذا في عندي ممبر، هذا الممبر بهالشكل هيك، انا مثبته من طرف، مثل عليه بلود، تمام، هي اللود. I can draw the internal load diagram. كيف؟ عندي هي اللود هون P، حتكون بهذا الاتجاه، وهون حيكون في عندي reaction حيكون بهذا الاتجاه R يساوي P. تمام؟ إذا بدي أرسم الدايجرام هقول هأبدأ من الفري سايد، فحأعمل هيك start from here. عندي P. P is tension getting out of the member، فبطلع فيها لفوق P. كمل للآخر وجاني P negative، سكرت على الزيرو، فهذا هو عبارة عن positive أو tension. فبقول إنه the whole member is subjected to load P. whole member subjected to load P. هاي أول ملاحظة، ثاني ملاحظة، whole member of section
اي الو كروس سيكشن اي متر سكوير، هاي نيوتن، هاي متر سكوير. ممبر لينث اوف ال نوت، هذا الاوريجينال لينث، هذا بيكون بالمتر. تمام. اخر شيء عندي هول ممبر of one material of E اللي هو modulus of elasticity، والmodulus of elasticity بيكون بالميجا باسكال. تمام. هاي المواصفات بتعطيني قيمة دلتا. دلتا هو الديفورميشن، هو يساوي الفورس P ضرب L نوت تقسيم area ضرب E. فهذا المنبر نتيجة هاي اللود راح يطول بمقدار دلتا، ودلتا حتطلع معي بالمليمتر. الشرط لحتى تطلع دلتا بالمليمتر لازم اللينث اعوضها انا بالمليمتر، ولازم الاريا اعوضها بالمليمتر سكوير. تمام. والاي بالميجا باسكال. فانا هيك قدرت اعرف الديفورميشن جوا المنبر. خلينا ناخذ اكزامبل. The ridged bar BDE. BDE هذا ridged bar أو هذا هو الممبر. تمام. الممبر اللي بيكون عم يتعرض للإكسترنال لود وفي معه supports، فهذا هو الممبر، وهذا الكلام تكلمنا فيه بدروس الماضي. It's supported by two links A, B and C, D. اتفقنا إنه اللينك هي عبارة عن axially loaded member. يعني عم تتعرض لاكسيال لود. طيب اللود تبع اللينك هو الرياكشن. لود اوف ذا لينك از ذا رياكشن. تمام. طيب قال لك لينك اي بي، اعطاني اي بي مصنوعه من الالومنيوم، اعطاني الاي تبعها 70 جيجا باسكال. 70 ضربتها ب 10 باور 3 صارت ميجا باسكال. And has a cross sectional area، لها area بتساوي 500 مليمتر سكويرد. Link CD تمام is made of steel، لها E بتساوي 200 ضرب 10 باور 3 ميجا باسكال، والكروس سكشن تبعها 600، والاريا بتساوي 600 mm². هلا شو المطلوب؟ عندي هون 30 كيلو نيوتن متر فورس، بضربها ب 1000 بخليها بالنيوتن. تمام. بتصير 30,000 نيوتن. Determine the deflection of point B, D and E. شو اللي حيصير؟ لما بأثر على الممبر هاد بي دي اي بلود، هاي البوينت شو حيصير فيها؟ حتنزل لتحت. نتيجة لهالشيء البوينت دي حتلحقها، والبوينت بي ممكن تلحقها وممكن لا حسب الحال. فأنا عندي هذا الممبر بهالشكل هيك، هذا بي دي اي. نتيجة هاي اللود هاي البوينت شو حيصير فيها؟ حتنزل لتحت. طيب نزلت هاي البوينت لتحت، الممبر will never consider to be bent. okay لا it will remain straight. فمنقول B D E remain straight. ليش؟ لأنه قال لي إنه rigid. تمام. فاللي حيصير إنه حتنزل هاي البوينت لتحت، ففي عندنا احتمالين. الاحتمال الأول إنه هيك بهالشكل، هذا الاحتمال الأول، وفي احتمال ثاني هيك. شو اللي بيحدد هذا الشيء؟ اللي بيحدد هذا الشيء نوع اللود على اللينك. إذا كان
اللينك اي بي استنشن فهيطول، تمام؟ فهتنزل بي لتحت، فبنقول اف اي بي استنشن معناتها اللينك تبعها حيزيد، معناتها بي جو داون تنزل لتحت. if a b is compressed اذا متعرض لكمبريشن اللينكث حيصغر وبالتالي b go up، تمام؟ فاللي بيحدد الحركه تبعت البوينت هو الديفورميشن تبع اللينك. طيب رح ادرس اللينك واحسب الديفورميشن تبعها، بدي اعرف السكشن تبعها واللي هو موجود، بدي اعرف الاي تبعها كماتيريال واللي هو موجود، بدي اعرف اللينك تبعها واللي هو موجود، اخر شيء لازم اعرف اللود على هاي اللينك. كيف بدي احسب اللود على هاي اللينك؟ اي نيد تو انلايز ذا ممبر. بنمسك الممبر بهالشكل هيك، هذا الممبر هون شو عندي؟ عندي 30000 نيوتن، تمام؟ هون بي وهون دي، عندي هون 1 رياكشن هذا اسمه R1، وعندي هون سكند رياكشن اسمه R2. عندي المسافات عندك 0.2 0.4، هاي المسافة من هون لهون، هاي المسافة من هون لهون. طيب كيف بدي اطلع الرياكشنز؟ بنبدأ بسيجما مومنت. سيجما مومنت about point B equal to 0 clockwise positive. عندي هاد كيف عم بيدور؟ عم بيدور نيجاتيف، وهذا كيف عم بيدور؟ عم بيدور بوزيتيف. عندي ماينس ار2 ضرب 0.2 زائد 30000 ضرب 0.6 يساوي 0. اذا تطلع معي ار2 تساوي 30000 ضرب 0.6 تقسيم 0.2، بيطلع الجواب 90000 نيوتن، تمام؟ هلا بدي اطلع R2 او R1، سيجما فورس على ال Y equal to 0، في عندي R1 زائد 90000 في عندي ناقص 30000 يساوي 0، اذا R1 تساوي نيجاتيف 60000. شو يعني نيجاتيف؟ يعني change direction. جيت لهون صار هذا لتحت، تمام. هلا انا عندي هذا الممبر اللي هو الريجد ممبر بالشكل هيك، اوكي، وفي عندي فوقه اللينكس. نحن من الدرس الماضي اتفقنا الفورس اذا كانت على الممبر لفوق على اللينك بتكون لتحت، هون الفورس لتحت على الممبر على اللينك بتكون لفوق اكس بار. So when we apply the joining the forces cancel each other. طيب عند هاي الفورس لتحت وبالتالي لحتى يتحقق التوازن لازم يكون في فورس لفوق، وهون لازم يكون في فورس لتحت. هاي هي R2 وهي هي R1، اوكي. اذا الممبر الاول اللي هو AB عم يتعرض لكمبريشن، معناها البوينت لوين حتطلع؟ حتطلع لفوق. الممبر B CD هذا A B هذا CD، الممبر سي دي استنشن معناتها البوينت دي حتنزل لتحت، فهذا هو الديفورميشن اللي حيحصل، وحنقول انه هذا اللي بالاخضر مرفوض. يبقى اي بي تنشند سوري كومبرست معناها البوينت بي جو داون سوري جو اب. عندك سي دي تنشند معناها البوينت دي جو داون، تمام؟ طيب بدي احسب الديفورميشن تبع كل واحد منهم. يلا عرفت الفورس؟ عرفت الفورس، نبدا فيهم واحد واحد. عندي اول شيء الاي بي والدلتا اي بي، اوكي عندنا اي بي وعندنا سي دي. اي بي الفورس تبعه بي بتساوي 60000 وسي دي الفورس تبعه بتساوي 90000،
نعوض نقول انه دلتا 1 تساوي الفورس اللي هي 60,000 ضرب اللينكث. ممكن نكتب القانون نقول دلتا بتساوي بي ضرب ال نوت على اي ضرب اي. يلا طول اللينك الاولى اللي هي 0.3 متر ضربناها ب 1000 يعني 300 مليمتر 300 تقسيم اريا اللي قال لي عليها كم 500 والاي 70 تايمز 10 تو ذا باور اوف 3 بيطلع معي دلتا 1 طلعت 0.51 اتفقنا انها لفوق طبعا بالمليمتر. نجي نجيب دلتا 2 تساوي 90,000 ضرب الطول 400 للمنبر الثاني تقسيم 600 ضرب 200 ضرب 10 باور 3 فبيطلع الجواب دلتا 2 يساوي 90 ضرب 400 تقسيم 600 تقسيم 200 يطلع الجواب 0.3 mm ولو ان الدايركشن تبعها لتحت. هلا شو اللي حنعمله؟ حنرسم المنبر بشكل اساسي كان هيك تمام. نعمل لاين لعند البي ونعمل لاين عند الدي ونعمل لاين عند الاي اي بي دي اي تمام. اي حكما حتنزل لتحت دي اتفقنا حتنزل لتحت وبي حتطلع لفوق. وبلاحظ انا انه الديفورميشن تبع بي اكبر من الديفورميشن تبع دي فانا حافترض انه الديفورميشن تبع بي لهون والديفورميشن تبع دي لهون. اوكي هلا بدي ارسم الممبر الجديد هياخد هذا الشكل تمام. هلا هاي اسمها دلتا 1 وهي اسمها دلتا 2 وهي اسمها دلتا 3 تبعت الاي. انا حسبت دلتا اوف بي هي تبعت بي دلتا بي تساوي دلتا 1 ودلتا دي تساوي دلتا 2. طب دلتا 3 كيف بجيبها؟ بشتغل على similarity of triangles. عندي هاي 0.2 عندي هاي 0.4 تمام. هلا بدي اعمل similarity of triangle يعني حقول دلتا 3 اللي هي هاي دلتا 3 تقسيم المسافة هاي كاملة شو بتساوي؟ بتساوي دلتا 2 تقسيم هاي المسافة الصغيرة. معناتها انا لازم اول شيء اعرف هاي المسافة الصغيرة اللي حسميها a small. كيف بدي اعرف a small؟ بعرفها من خلال similarity of the small triangles. انا عندي هاي 0.2 minus a small فبقول اول شيء بعمل similarity 1 شو يعني؟ يعني حاخذ دلتا 1 على 0.2 minus a يساوي دلتا 2 على a تمام. وباخذهم بالابسولوت تمام. يبقى similarity work with absolute value. دلتا 1 اللي هي 0.51 على 0.2 minus a تساوي 0.3 تقسيم ال a وبتطلع معي قيمة a تساوي طلعت a تساوي 0.3 ممكن نحلها مانوال هيك عم تطلع. هلا مانوال 0.51 نضرب طرفين وسطين يعني ضرب a تساوي 0.3 ضرب 0.2 minus a فعندي 0.51 ضرب a يساوي 0.3 ضرب 0.2 بيطلع 0.06 minus 0.3a نقلت هاي لهون الطرف الثاني فبيطلع معي انه
0.81 A تساوي 0.06، إذن A تساوي 0.07. تمام، طلعت معي الـ A 0.07. هلا بدي أعمل similarity number 2. اللي حاخد المثلث الكبير مع المثلث الصغير، اللي هي حقول دلتا 2 على A تساوي دلتا 3 على A زائد 0.4، ومنعوض دلتا 2 اللي أنا بدي إياها أو اللي عندي إياها اللي هي 0.3 تقسيم الـ A 0.07 تساوي دلتا 3 تقسيم 0.07 زائد 0.4، إذا دلتا 3 حتساوي 2.01 mm، واللي هي بتساوي دلتا اي. هيك نكون حلينا السؤال. يبقى نحن هون شو مطلوب مننا، شو عم نعمل؟ عرفنا الديفورميشن تبع الممبرز من خلال معرفة اللود ومعرفة البروبرتيز اوف ذا ممبر اللي هي اريا وماتيريال ولينث. طيب هلا حناخذ نوع ثاني من المسائل اللي بتجي بهذا الشكل. تمام، واللي بنسميها نحن الكومبايند ممبرز. تجينا المسألة بهالشكل هيك. تمام، في عندي اكسترنال لود، في عندي مواصفات للسكشن. شو اللي بيطلبوا؟ بيطلب مني انا كومبايند ديفورميشن. لما بدي اعمل كومبايند ديفورميشن في عندي فيكس بوينت وفي عندي فري بوينت. هلا بهذا النوع من المسائل اول شيء ديفايد ممبر تو بارتس بيزد on changing of material. إذا تغيرت الماتيريال بيعتبروا هذا جزء جديد، إذا تغير السكشن أو force applied. يعني أنا عند A بيعتبر هي بداية البورشنز، عملت هيك هذا البورشن الجديد اللي عندي. هلا من A إلى B ما في أي تغيير، عند B شو صار عندي؟ ما تغيرت لا الماتيريال ولا تغير السكشن، أنا لساتني جوا نفس الماتيريال. تمام؟ بس شو اللي صار؟ اتغير، صار في لود، فأنا من عند اللود أخذت بورشن. بالشكل. كملت لعند C صار في عندي تغيير بالسكشن وصار في عندي لود، فأنا بالحالتين لازم آخذ نيو بورشن. تمام؟ هصعب السؤال، حقول إنه هون على مسافة 200 اتغيرت الماتيريال، فهون عندي هاي صارت من هون لهون 200، من هون لهون 200. تمام، هون كانت الماتيريال ستيل وهون صارت ألومنيوم. الألومنيوم إلو إي بتساوي 7.5 جيجا باسكال. تمام، فأنا لما تغيرت الماتيريال صار لازم أخذ بورشن جديد بهالشكل، وهون سكرت على آخر بورشن. يبقى أول خطوة إني أنا لازم أقسم الممبر لبارتس أو بورشنز. الخطوة الثانية second step اللي هي الرياكشنز. هلا هاد هون فيكس سبورت، نحن بنعرف الفيكس سبورت كم رياكشن فيه، في واحد فيه اثنين وثلاثة. هلا بالنسبة لتبع الواي ملغي لأنه there is no horizontal force، وبالتالي there is no moment لأنه ما في moment. فأنا بهاي الحالة وبهذا النوع من المسائل بهمني ال x اللي هو هذا xa. تمام، أول خطوة بدي أجيبها بدي أجيب الرياكشنز. كيف بجيب الرياكشنز؟ مجموع الفورسز على ال x يساوي 0. تمام، وبرسم الفري بادي دايجرام بهالشكل. تمام، يلا شو عندي؟ الفورس اللي على اليمين انا بفرض هون وي اسيوم لليمين
بوزيتيف، وهذا سيجما اف اكس. يلا لليمين بوزيتيف، عند 120 ناقص 180 زائد 300. عند 120 ناقص 180 زائد 300 زائد اكس اي، لانه نفرضها لليمين تساوي 0. اذا هذا الشيء بيؤدي انه اكس اي قيمتها حتكون 180 ناقص 120 ناقص 300، بتطلع معي ماينس 240. معناها change direction. تمام؟ بجي لعند اكس اي بشطبها وباخذها لوين؟ باخذها بهذا الاتجاه، هاي هي اكس اي. قيمتها كم؟ 240. هلا بدي ارسم الانترنال فورس دايجرام. يبقى ثلاثي اول شيء جبنا الرياكشن، هلا ثلاثي الانترنال فورس دايجرام. انترنال فورس دايجرام، لما بدي ارسم الانترنال فورس دايجرام بحط ملاحظه انه ستارت فروم فري اند، من الطرف الحر. وين الطرف الحر؟ اللي على اليمين. يلا انا بدات هون على اليمين. شو عندي على اليمين؟ مثل الشير دايجرام. عندي على اليمين 120، 120 لليمين بوزيتيف، فطلعت لل 120، هاي 120. بين البوينت دي والبوينت سي كله نفسه، ماشي هيك ما تغير شيء. شو اجاني؟ اجاني 180 نيجاتيف، فكنت 120 ناقص 180 فصرت ماينس 60. هلا مشيت من هون لهون، شو اجاني؟ اجاني 300 بوزيتيف، فطلعت على 240. اي 240 كملت هيك، شو اجاني؟ اجاني ماينس 240 اللي هي الرياكشن، سكرت على الزيرو. انا شو حسبت؟ انا حسبت هلا الانترنال اكسيال فورس اللي بنسميها نحن اف ان، خلينا نسميها اف ان او بي. تمام؟ هاي هي الانترنال فورس. هلا انا قسمت الممبر لبورشنز، وكل بورشن حيكون في عليه لود خاصه فيه. فالبورشن الاول اللود عليه 240، البورشن الثاني اللود عليه ماينس 60 كومبريشن، البورشن الثالث اللود عليه 120، البورشن الرابع اللود عليه برضه 120. هلا هيك انا خلصت الاناليسيس. هلا شو بيطلب مني؟ ممكن يطلب مني الستريس ات اني بورشن. مثلا اذا قال لي ستريس بتوين مثلا بي سي، وهي حنسميها، هي سميها دي وهي سميها اي. بتوين بي سي وبتوين دي اي، ستريس بتوين بي سي ودي اي. انا معي الفورس ومعي الاريا، بس الفورس الانترنال انا خلص الفورسز اللي هون ما بهموني. تمام؟ Those forces are not important now. We consider the diagram. فأنا BC BC I'm here. So we have the force of 60. 60 negative. فبنقول إنه الـ stress يساوي minus 60، وضربناها بألف حولناها لنيوتن. تقسيم كم الـ area اللي أعطاني إياها؟ 581 هي لهذا المنبر كامل. فبنقول 581 بيطلع معي الجواب. 60000 تقسيم 581 بيطلع 103.2 ميجا باسكال. طيب هون طبعا نيجاتيف يعني كومبريشن. طيب دي اي، هي دي اي كم الفورس عليه؟ 120. بوزيتيف يعني تنشن، والاريا 194. فبنقول 120000 ضربناها ب 1000 حولناها لنيوتن تقسيم 194 ويساوي بيطلع معي 618.5. ممكن يقول لي determine the magnitude and location of the maximum stress. بحسب الاسترس 1، استرس 2، استرس 3، استرس 4 وباخذ الماكسيموم. موضوع جدا بسيط. طيب نحن مو مشان هيك عم نحكي، هلا بدنا نحكي على موضوع ثاني اللي هو موضوع الديفورميشن. لما بنطلب من الديفورميشن هون، الديفورميشن هون عباره عن كوموليتيف كالكوليشن. تمام؟ رح نقول ديفورميشن ان ذيس ذيس بروبلمز
is cumulative. Means أنا عندي هذا الشكل اللي قدامي. Okay. فأنا لما بقول بدي الدلتا at A حقول هنا 0 لأنها fix. طيب الدلتا at B هي عبارة عن الدلتا at A زائد الدلتا of the first portion اللي هو AB. طيب دلتا at A 0، طب الدلتا AB شو هو؟ قال لك دلتا AB هو عبارة عن الفورس ضرب اللينث على A ضرب الـ E لمين؟ للبارت AB. طيب بدي أنا هلأ دلتا مثلا C، هقول هي دلتا A زائد هنتقل هاخد البارت الأول اللي هو AB دلتا AB بعدين زائد دلتا BC. تمام؟ مع مراعاة إنه هون P positive إذا كانت tension، P negative إذا كانت compression، هدول ما تنسبهم. تمام؟ وهي عرفناها فوق. طيب هي شو؟ هي عبارة عن P ضرب L على E ضرب A لمين؟ للممبر BC. طيب في عندي دلتا مثلا E آخر شيء حنحط عليها هي دلتا A زائد دلتا AB زائد دلتا BC زائد دلتا CD زائد دلتا DE، هدول كلهم لحتى أوصل لعند الدلتا of E. أنا حاخد البارت الأول الثاني الثالث الرابع لكم 1 2 3 4 ودلتا A دائما بتكون بزيرو as usual. طيب عندي الفورسز، عندي عندي الأطوال، عندي الماتيريال، عندي عندي من A إلى D ستيل. الستيل إلو E بتساوي 200 جيجا باسكال، وقلنا آخر بارت اللي هو دي إي حيكون ألمنيوم. الأريا عندي إياها فكل المعلومات موجودة، فمنعوض دلتا إي بتساوي 0 زائد، نمسك أول وحدة. اللود كم؟ اللود بجيبها من الدايجرام كم؟ 240، 240 ألف. طول البارت كم؟ 300. تقسيم الأريا للبارت الأول 581، 581 ضرب ال E هي 200 وضربناها ب 10 باور 3، والضرب 10 باور 3 مشان تصير بالميجا باسكال، وشغلنا كله دائما نيوتن مليمتر وميجا باسكال. البارت الثاني اللود عليه نيجاتيف 60، الطول تبعه 300، وتحت عندي الاريا نفسها 581 والماتيريال نفسها زائد. البارت الثالث اللود تبعه كم؟ 120، 120 ألف، الطول عندي يا 200، الأريا هون 194 ضرب 200 ضرب 10 باور 3 زائد آخر وحدة اللود نفسها اللي هي 120 ألف. تمام، ضرب الطول 200، الأريا نفسها 194 ضرب 75 times 10 to the power of 3، وهيك أنا بيطلع معي دلتا E at this point. تمام، نحط الرقم. طلع معي الجواب 2.73 مليمتر.